عايزين نتكلم دلوقتي عن اللي الدولة عملته مؤخرا. الدولة وفرت مجموعة كبيرة من الأكشاك لتلقي لقاح كورونا في محطات مترو الأنفاق المختلفة. حضرتك بتروح، ولو كنت مسجل قبل كده لتلقي اللقاح بتروح تديهم الرقم اللي بيجيلك على الموبايل بتاعك، وبتديهم كمان بطاقتك الشخصية وبتاخد اللقاح وانت واقف وبتمشي، أو لو ما كنتش مسجل قبل كده بتروح وبتسجل وانت واقف بيجي لك الكود ثم يتم بعدها اعطائك هذا اللقاح. ده طبعا تيسيرا على جميع المواطنين، وكمان عشان بقى فيه اشتراطات، وده برضو من ضمن المستجدات اللي حصلت في الفترة الأخيرة، بقى فيه اشتراطات بعدم دخول الجامعات أو محل عملك إلا بالكارت اللي بيؤكد ان انت تلقيت جرعة أو جرعتين من اللقاح. طبعا احنا اتكلمنا كتير قبل كده عن ضروره تلقي اللقاح، ناس كتير ما راحتش الا لما الموضوع اصبح الزامي واجباري، وده يعني يتماشى قوي مع تكوين كتير مننا كمصريين. ساعات ما بنعملش حاجه غير واحنا مضطرين الى حد كبير، ولكن لازم يا جماعه يعني نكون احنا شخصيا اللي حريصين على صحتنا ويكون وعينا اكبر من كده بكتير. فاكر لما اتكلمنا هنا وقلنا هل هيجي يوم من الايام الفاكسين او اللقاح يبقى اجباري؟ فاكر قلنا كده، قلنا احتمال ده يبقى المستقبل بتاع الفاكسين يعني او اللقاح، ودول كتير اوريدي في اوروبا تحديدا عامله الموضوع ده بقاله فتره كتير، عشان كده شفنا في الاستادات المختلفه وفي الرياضات المختلفه بيبقى في جمهور بعدد كبير، ده يعني بسبب ان الجمهور واخد او حاصل على الفاكسين. فعشان كده اصبحت الحياه الى حد ما او حد كبير كمان يعني طبيعيه، لكن احنا اهو عندنا وصلنا للي احنا كنا متوقعينه، ولازم يكون في وعي كمان، لان دي اعتقد حاجه مهمه جدا، ولازم كمان نميز ايه هو المفيد وايه هو المضر. خلي بالك من حاجه، في ناس خايفه، يعني انا لازم نتفاهم ده، في ناس خايفه ان هي تاخد اللقاح. يعني لو حضرتك خايف، بس احنا اللي احنا هنقوله انت شكلك من الناس دي ولا انا عشان كده والله العظيم عارفه جت فرصه كنت بتندر على الموضوع ده، بقول طب الواحد كان الاول مقضيها خوف من الفيروس، دلوقتي كمان هنخاف من الفاكسين؟ طب امتى هنطمن؟ ده بالظبط الكلام.